إذا أردنا أن نتحدث عن التدابير المرتبطة بالمناخ والتي اتخذتها بلادنا، يمكن أن نتحدث أولاً عن بلاغ الوطن الرابع للمناخ والتقرير المحين الثالث المتعلق بالتخفيف، ذلك أنه تقتضي الالتزامات الدولية أن يعد المغرب تقريراً يتضمن معلومات عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وأيضاً تقريراً يصف تلك الانبعاثات. وفي هذا المجال أنزل المغرب 3 بلاغات وطنية يقيم فيها وضعيته منذ 2001 بطبيعة الحال، وهو الآن بصدد مواصلة إنجاز البلاغ الرابع، كما أنجز تقريرين محيينين بخصوص التخفيف، وهو الآن بصدد إعداد التقرير المحيّن الثالث. وهذا التقرير يقيم الهشاشة المجالية والقطاعية لبلادنا في هذا المجال. ثانياً، المخطط الوطني والمخططات الجهوية للمناخ، ذلك أنه في إطار تعزيز المسلسل التنموي منخفض الكربون والمقاوم لتغير المناخ، أنجز المغرب سنة 2019 مخططه الوطني للمناخ. هذا المخطط يتضمن قدرة المناطق على التكيف، تسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، تنزيل السياسات الوطنية المتعلقة بذلك، الابتكار ورفع مستوى الوعي لاستجابة لتحديات مكافحة التغير المناخي، تعزيز الحكامة وتعبئة التمويل في هذا المجال، كما تم الشروع في تعميم إعداد المخططات الجهوية للمناخ، وقد أعد فعلاً مخططان جهوياً ديال جهتي مراكش تنسيفت وجهة سوس مسا، وسنعمم إعداد هذه المخططات الجهوية في المراحل المقبلة. ثالثاً، المساهمة المحددة وطنياً، قدمت المملكة كانت الاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في 2016، والتي تعتبر من بين المساهمات الأكثر طموحاً في العالم، حيث احتل المغرب المرتبة الثانية حسب مؤشر النجاعة المناخية، وراه التقرير موجود وموجود في الإنترنت ولا التفاصيل عليه. يمكن المغرب هو الدولة الثانية من بين 59 دولة من حيث مؤشر النجاعة المناخية، وذلك بفضل الجهود التي قام بها.